متعورة. انا عايزة حقي، انا عايزة حقي وحق ابني، وعايزة القصص وينشرب قدام الدنيا دي بحالي، قدام الدنيا دي بحالي. انا جوزي بيجري عليا انا وابني، اليومية اليومية بيجيبها بتتصرف في سعيد كل يوم على الله، من الدار من الشغل للغيط ومن الغيط للدار، مفيش بعاد خالص. متربص لي وغاله 3 ايام، ورحت في يوم لقيته مضروب. مالك يا عم حميد احمد؟ احمد مسكني ضربني وبهدلني، والناس حشوني. لقيت رقبته من هنا متعوره، وشفته ووشه من هنا متعور، وبخور الدم ودمه متمزعه. معلش يا عم حميد. وكل ده عشان سبب حبه ميه نزلوا في الارض الشهيد. كل ده عشان نزلوا بحبه ميه الشهيد اللي حرق قلبه، والله لا ده حرق قلبه زي ما حرق قلبه ويتم ابنه ويتم ابنه، لا ده يتم بنته وامه واهله معلم عليه. انا عايزاه حقي وحق جوزي، عشان جوزي يبقى نايم في تربته كده، يقول مراتي واهلي كلهم جابوا لي حد، يبقى نايم مرتاح في تربته. قال له خد غير لي هدومي ومتعشى قدامي اهو، الدم اهو، اهو الدم اهو، اهو الدم اهو، اهو اهو اهو. ومقطع له هدومه وقال له روح غيطها له، روح غيطها له يا ولد. انا هروح نبص في الضهر متربصين له، طعنوه طعنوه في قلبه من قدامه وفي ظهره من ورا، ومتربصين له. كان معاه شباب ومسكوه له، ومات جوزي وراح يا حميد، راح راح راح. ما حدش هيجيب لي حق جوزي، انا عايز حق جوزي. جابوا لي حق جوزي، ينشلق قدام الناس دي كلها في الميدان العام، ينشلق قدام، وانا هروح ذات نفسي ونقف انا وابني. ونقول انا جبت لك حقك يا عم حميد، انا وامك واخواتك البنات واخواتك الصبيان واهلك كله. جابوا لي حقك، خيبت له الهدوم، خدتني وخيبت له هدوم الكفن، وخيبت له هدوم الكفن، طلع وحش جسدي. يا بيني برد قلبي دلوقتي عليه، والله لو طوله احمد شو على الاشرب من دمه زي ما حرق قلبي وقلب ابني وقلب اخواته وقلب امي، زي ما يتم النهارده وخلانا بحرق قلبنا عليهم، زي ما قطع هدومه كده ينشنب، زي ما قتل جوزي بقلبه من ورا ومن قدام، ينقتل زي ما قتل جوزي، ينقتل زي ما قتل جوزي. ومتربص له بقاله 3 ايام، عشان كل دي عشان حبة مية من الشعيب من المروة. انا جوزي مش بتاع مشاكل ولا بتاع حام، في حاله وبتاع ربنا، ومتعشي معانا ومصلي العشاء وياكل فارس وكل له كل يا فارس، وربنا يطال فيا العمر اللي يجيب لك الغالي رخيص. وراح يا حبيبي، ولا يجيب لنا الغالي ولا يجيب لنا الرخيص، راح الغالي. انا عايزه القصاص، تجيبوا لي حق عم حبيبي. هو قلبنا مش عايده ولا يرتاح له، ولا نعمل له معزف، ولا نطلعه على صوان، ولا نسحقوا على الفات، نجيبوا له حق ونعمل له احلى شاجر واحلى مي. عم حميد شحات لي جيب لي جابوا له حق. انا جوزي بيشتغل على دراعه، اليوميه اللي جايه على قد اللي راح، اجيب حفاضات لابني كل يوم على الله، من الغيط للدار وللدار للشغل ما بيقعدش، وبتاع ربنا وبصلي الوقت بوقت. انا عايز حق جوزي، انا عايز القصاص، ينقتل زي ما قتل جوزي، زي ما قتل جوزي يقتل، زي ما قطع له هدومه كده وحرق قلبه علينا، لا بيحرق قلب امه ونيتم بنته ونيتم اهله كلك، زي ما يتم زي ما حرق قلبنا من جوا، لا نحرق كبد ام عليه. احمد بن شوع ان شاء الله منك لله يا عم. مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، مع حضراتكم هاني فاروق في فيديو لايف جديد من محافظه الجحيره. ما بروحش بالزيت ولا دوا ولا حاجه. مركز البلنجات شهد جريمه بشعه، يعتبر عريس وشيء، شهد مقتل شاب راح على ايد اخر، راح راح عبد حميد راح. انا عايز حق جوزي، انا عايز القصاص زوجة. انا عايز القصاص والعالم هنعرف منها التفاصيل بالكامل. البقاء لله. نتعرف بيكي ندى.
ندى نجح محمود منصور زوجة عبد الحميد الزوج مرات عبد الحميد شحات عبد الحميد شعيب متجوزين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 4 سنين بقالنا 4 سنين متجوزين كان عنده كم سنة الله يرحمه؟ 25 احكي لنا اللي حصل كان عنده 25 سنة شاب هو شاب مش مفروض نلبسه على الاسود دي هو مش بتاع الاسود اصلا ندى على الأول احكي لنا اللي حصل احنا رحنا لغاية المغرب لقيناه قاعد وقاعد وهدومه متقطعة ومالك يا ابو حميد طلع لقيناه ماشي مروح جايب حبة غلي ورايح يوزنه ولقى احمد شوع متربص له على اللي على الكبر قاعد له بالسكينة وقاعد له بالنبوت وقال له والله لنقتلك يا عبد حميد يا شحات وعبد حميد مشى وسابه جي وقف لعبد حميد وهو مروح وجا عبد حميد نزل جي مسك عبد حميد اللي عايز يضربه بالسكينة جا عبد حميد فدى السكينة جي عور واحد اسمه صلع بطيخ عور ايديه وحشوه خلاص وروح على كده جينا بقى احنا روحنا وامه تنت قاعدة مستنياه قلت له اتصلت عليه قلت له يا عبد حميد شوف امك الاكون راحت لاحمد شو الله يعمل لها حاجه الله يقتلها ولا عاد قال لي ماشي لا ده كفيله انا هروح ابص عليها لقاها قاعده على الكوبري قال لها مستنيه اللي قاعده لي يوم قالت له مستنياك يا حبيبي مستنياك يا حبيبي مش مروح الله من غيرك وروح وقالت له اعطيني قاعده يا عيسى مستنيه يا عبد حميد قال لها ما تخافيش يا عمتي ما تخافيش شطف بتعشى معاني وصلى المغرب وشرب معسل وشرب شاي وتنو يلعب مع فارس ويقول له والله قول يا فارس ماما يا فارس قول يا فارس ماما انت حبيبي يا بابا انت حبيبي يا بابا انت حبيبي يا بابا وراح ابو حميد طلع قال لي قال لي انا هنروح هنبص على الدار وروح خيطني دومي رحت طلع هو خدت دومه في كيس خدت دومه في كيس ومشي خد يدمه في كيس وخد سفنجتين في ايديه هتضم له في الكيس قال لي عشان غير بيهم ريجي راح كانوا متلبسين له طلعوا له واحد طعنوا طعنه في صدره طعنوا طعنه في قلبه من ورا في ظهره وانا عايزه حق جوزي انا عايزه حق جوزي طيب ولا حق جوز هل كان في خلافات بينهم؟ لا ما كانش في ولا حاجه الخاين العش والملح اي حاجه يروح لعبد حميد يديهاله خد يا احمد كان عامله زي اخوه خد يا احمد خد اللي انت عايزه يا احمد كل حاجه قدومه فاش شنف كل حاجه كان يروله الارض وكان يعزك معاه لكن ما بيكرش فيه حاجه سبب اللي حصل السبب اللي حصل عشان حبة مية نشعوا استكوزة خرمت المروة من ناحية دي ومن ناحية دي ونشعت كانوا جيران في الأرض بس عبد الحميد كان في حاله هو في حاله جي نصب عشان حبة المية دول جي نصب وجي مسك وضرب وما يعرفوش ان هو هيقتله متربص له كده ما يعرفوش ان هو هيقتله متربص له كده انا عايز حق جوز انا عايز القصاص وينعدم قدام الناس وحالتي في الميدان العام ينعدم وحنيجي وتيجوا تاخدوني من هنا وتاخدوا امه واهله كلنا نروح ونشوفوه هو بينعدم ونحرق قلب امه وقلب بنته زي ما حرق قلب ابني ويتم وزي ما يتم وحرق قلب امه وقلب مراته وقلب اخواته وقلب حبايبه كلهم زي ما حزنوا كلهم عليه ابنك عنده كم سنه؟ عنده سنه ونص زي ما حرق كبده ولازم نحرق كبد بنته زي ما يتم ابني لن يتم بنته انا عايز حق جوزي وعايز القصاص عشان جوزي يبقى نايم مرتاح ويقول مراتي واهلي جابوا لي حق ونايموني مرتاح عشان يدعينا هو راجل مكانه انا عايز حق جوزي انا عايز القصاص ينعم
عدم قدام الدنيا دي الحج وفي ميدان عام والناس محلها تروح من اولها لاخر من كبير لصغير ومن عيل لكبير والكل يروح يشوفوا هو بن عدم زي ما قتل جوزي وبعد ما ينشنك لنقتله اني بقى مبرد ناري بسكينه زي ما طعنوا من هنا وطعنوا من ورا لنقتله زي ما قتله عشان قلب امه وقلب مراته وقلب ابنه يبرد شوي زي ما قطع هدومه كده زي ما قطع هدومه زي ما قطع هدومه شكته الضيبه ما فيهاش حاجه ما فرحش بهدومه ولا دوب شبشب ولا عبايه ولا اي حاجه احكي لنا سبب اللي حصل باختصار باختصار ان هو كان في مروه بين الارض وبعضها بتفصل بين الارض وبعضها مية ما بيشغل المكنة بينزل فيها مية المية دي نشعت في الجنب اليمين بعد ما نشعت جه اتخانق معايا يا عمتي وريني نوريهم اللي اتربصت تحت الكوبري نوريهم اللي مالك يا عمتي قتلوا وكانوا اتربصوا من ثلاث ايام ينغوش عليه يحاربوا عم بيدو وصورته اهو قدامي وما نشعت الارض جت فيها ميه ميتو اتخانق معاه وروح عبد حميد والناس حشيتهم عن بعض بعد كده رجع له تاني عبد حميد رجع لارضه والبهايمه يتمم عليها لقاه تحت الكوبري متربص مسكه وضربه في ظهره وفي قلبه خد على اخواني بعد العشاء في الضلمه بعد العشاء وانسان محترم واسألوا عليه والتحريات شغالة والدنيا بحالة عارفة مين عبد حميد ده وطبت الدنيا ملاك والله كان ملاك ماشي احنا هنا في قرية احنا هنا في سالم جبريل الشارع مركز الدرنجات سالم جبريل عايزين الحاج والجسوس جلاب وهدومه بحالها جديد كل حشته جديد ما دوبش الشبشي وما دوبش جسمه ولا دوب ولا حاجة أنا عايزة القصاص عايزة عبد جوزي ينشنك في ميدان عام كده قدام الدنيا دي بحال مات العريس العريس مات ولبسنا عليه أصفر يا أبو حميد والله نجيب حقك يا أبو حميد أما تشوفوا بقى إحنا مش عارفين نجيبوا حق أما تشوفوا بقى إحنا في دولة قانون القصاص بقى دي هجيب لنا حق ولا مش هجيب لنا حق وينشلك في ميدان عام زي ما طعن جوزي في قلبه وطعنه في ظهره وخدوا على غف ينحرق قلب أمه علي زي ما حرق قلبنا علي أبو حميد شحات راح العريس راح وزوم متابعينا كنت مباشر مع حضراتكم من مركز الدرنجات بمحافظة البحيرة لا أخذ حقك يا عبد حميد ولمبرد ناري ونار أمك ونار أخواتك ونار كل اللي بيحبك لمبرد نار مقتل لمبرد نارك يا عبد حميد لكنك لايم مرتاح يا عبد حميد والله ما حد هيعوضني غير هو سندي وهو ظهري وهو عزوتي كلها راحت مين هيصرف عليه مين هيربيه معاي مين هيربيه معاي ها؟
كان بيشتغل على بتاعه. اليوميه اللي جاي يجيبوا له حفاضه.